قرأت نظام إيراني في اليمن من خلال انقلاب ميليشيات الحوثية تابعها له على السلطة الشرعية، أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية. يعني من الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدر تهديد من دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قيام تلك الميليشيات بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وعدم تجاوبها مع جهود التهدئة آخرها إلى تحالف في شهر أبريل الماضي لوقف النار من استجابة الدول المتحدة لفرصة تعديل جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث أنها لا تزال مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة. ونؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة لليمن وفق المبادرة الخليجية مخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22/16. الحضور الكرام، يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحديا رئيسيا يواجه العالم بأسره، وقد نجحنا من خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة تنظيمات متطرفة، ما في ذلك دحر سيطرة تنظيم داعش على الأراضي في العراق وسوريا من خلال جهود التحالف الدولي، كما نجحت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات مهمة لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن. إن تحقيق النجاح في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل. يتناول مكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرف، قد قامت المملكة بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم جهود مشتركة في مواجهة هذا التحدي. هي دعمت المملكة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، وأنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، كما ستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. إننا في المملكة انطلاقا موقعنا في العالم الإسلامي نطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية تتمثل في حماية خريطتنا الإسلامية السمحة محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، فالدين الإسلامي يجعل جريمة قتل النفس بشرية واحدة يساوي لجريمة قتل الناس جميعا، وبلا شك براء من كل الجرائم النكراء التي ارتكبتها باسم قوى الإرهاب والتطرف. إن التنظيمات الإرهابية المتطرفة تجد بينهم خصبة للظهور والانتشار في الدول التي تشهد انقسامات طائفية وضعفا أو انهيارا في مؤسسات الدول، وعلينا أن أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب، أن لا نتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام الدول الداعمة للإيديولوجيات المتطرفة عبر عباب الأوطان، وهي إيديولوجيات تسعى كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الغضوية وتدميرية بشعارات سياسية زائفة. حضور الكرام، إن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، وواجبنا لنا الدخل جهدا للعمل معا نحو تحقيق مستقبل مشرق
يسود السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعو المملكة جميعا الجهود الرامية للدفع عمل السلام. قد طرحت المملكة مبادرات السلام منذ 1981، تضمنت مبادرة السلام العربية بمركزات حل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي. بيكمل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة ومقدمتها قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذل الإدارة الأمريكية الحالية من جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على دورة والمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل وشامل. وإن نتابع بقلق التطورات في ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والوقوع صفا واحدا للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها. فإننا ندين تدخلات الأجنبية في ليبيا، كما نؤيد الحل السلمي في سوريا وخروج ميليشيات مرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري، كما أننا نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق يتعرض إلى كارثة إنسانية بسبب انفجار في مرفأ بيروت. ويأتي هذا تيتا من حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، مع ما أدى إلى تضييع مؤسسات الدولة السورية وتحقيق ما مثل عليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء. يطلب التجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح. السيد الرئيس على الكرام، إننا ندعو من هذا المنبر في تكتيب الجهد والعمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية في مجال التغيير المناخي ومكافحة الفقر وجمع المنظمة وانتشار الأوبئة. ولذلك من التحديات تستدعي تعزيز تعاوننا جميعا لنعمل نحو مستقبل مشرق تعيش فيه الأجيال القادمة بأمن واستقرار وسلام. شكرا سيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.